الريسيتال اللي عندنا هلا هو ريسيتال من سيدة السلام من يبرود، يبرود اللي عانت الآلام والأوجاع، رجعت انتصرت على الموت وانتصرت على الشر وانتصرت على الإرهاب. رادوا انه يطلعوا من قلب يبرود ويجوا على مدينة دمشق، على سيدة دمشق، لحتى كمان يحيوا هالحفلة الميلادية. هالحفلة الميلادية اللي هي كلها تعبير عن محبتنا للرب الدرجة الأولى، إيماننا بالمسيح اللي ولد بمغارة بيت لحم وبريد أنه يولد بقلوب البشر. بدنا نبعت رسالة لكل العالم بأصوات أطفال كورال سيدة السلام، عم بيقولوا كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله البلد بتضل بخير وبتصير بخير، والأطفال اليوم رح يغنوا للشام كمان ليوصل صوتهم لكل سوريا أنه سوريا بخير ورح تضل بخير. هؤلاء الأطفال الذين يغنون اليوم للسلام وللوطن ولسوريا وللمحبة هو تعبير عن كل أبناء سوريا الذين عانوا من الإرهاب ما عانوه، فاليوم ينتفضون لأن إرادة الحياة لديهم أكبر من إرادة الموت ومن إرادة الإرهابيين. كل عام وأنتم بخير بجميع الأعياد، وإن شاء الله الأيام الجاية هالسنة 2018 تكون سنة خير وسلام للجميع.